يعني كان في سي فيز كتيرة لكذا مدير فني في وقت فعلا صعب جدا وحاسم جدا. هل كان اختيار موسيماني من ضمن الأسماء المعروضة صعب، قرار صعب، ولا كان في اتفاق ان موسيماني هو الأصلح والأقدر للمرحلة دي؟ انا اكد على كلام برضو استاذ طارق ان احنا بتخصص في النادي الاهلي ده بنحترمه جدا، يعني في لجنه فنيه احنا بنثق فيها كل الثقه، كابتن محمود هو المفوض من مجلس الاداره بالاشراف على كره القدم، فبيبقى ممكن ليهم طبعا كل الشغل. الناس يعني عملت شغل اكتر من هايل بصراحه في الاختيار فعلا في الوقت ضيق مدير فني مميز زي موسيماني، دارس طبيعه النادي الاهلي كويس قوي، دارس طبيعه الانديه الاخرى اللي بتنافسنا، ان هم يعملوا الديل ده في وقت قصير جدا والراجل يجي والانسجام يبقى سريع مع الفرقه، دي حاجه الصراحه تحسب للجنه الفنيه الحمد لله، وده يعني ثقه مجلس الاداره دايما بتكون في محلها طبعا في صحيح اللجنة الفنية. من اللحظه اللي حققنا فيها التسعه او دلوقتي الشعار بقى التسعه في الاهلي، خلاص الجمهور بيحلم بالعشره يا اهلي ان شاء الله. انا في الطريق وانا ماشي كل ناس يعني مبسوطه وبتشاور 10، فانا يعني فالخير ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. رقم بيبو كان. رقم بيبو كمان. لا وهيبقى رقم قياسي اعتقد من الصعب انه حد يكسره، خصوصا انه انت بتتكلم على انه الثاني والثالث وراك في الترتيب 5 و5، فانت هتكون في مكان ثاني خالص. نتمنى سيزون قوي جدا، واتمنى مزيد من النجاحات والتوفيق ليكم طبعا، وتكونوا على قدر المسؤوليه، مسؤوليه كبيرة ومقدرين تماما حجم المجهود، ومش سهلة، بس في اللحظات دي بننسى أي لحظة تعب وبننسى أي مجهود اتبذل عشان نوصل للحظة نجاح، ونتمنى إن شاء الله إنها تتكرر. بنبارك لكم مرة ثانية وألف إحنا ألف كمان عايزين نبارك لكم زي ما باركنا للجمهور وكل العاملين في النادي، وطبعا موظفين النادي وأعضاء النادي اللي في ظهره دايما. عايزين نبارك لقناة الأهلي، يعني كانوا وشها حلو علينا بعض التطوير والحمد لله عاملين شغل هايل، وإعلام نقي يعني إعلام محترم، يعني ده نتشرف بيه الحمد لله. ان شاء الله كده دايما تستمروا بهذا الشكل ان شاء الله، وبارك لكم ان شاء الله. هو لو اذن